السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده خصصنا الحلقه عن عشب في منتهى الاهميه، عشب من الطب النبوي، عشب وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، الا وهو حبه البركه او الحبه السوداء. مبدئيا كده، حبه البركه او الحبه السوداء ليها كذا اسم حسب الدوله اللي بنعيش فيها. اكتر اسمين شائعين هم حبه البركه والحبه السوداء. في ناس بتسميها القزحه، وفي ناس بتسميها الشونيز، وفي ناس بتسميها الكراويه السوداء. ايا كان المسمى، هي الحبه السوداء، وبنعرف جودتها من خلال ان انا لو حطيتها على سطح ابيض كده بلاقي اللون بتاعها زي ما نقول كده اسود مط، يعني ما بتلمعش. لو جبنا حبه السوداء ولقيناها الحجم بتاعها اكبر من كده وبتلمع، تبقى نوع تاني، حاجه تانيه، ممكن نعمل فيديو عليها مخصوص. ولكن عشان ما ننتهش، الحبة السوداء لونها اسود، اسود مش بيلمع، اسود غير لامع، الاسود يعني بالبلدي كده بنسميه اسود مط. دي نقطة. النقطة التانية، الحبة ليها راس، الحبة مثلثة شوية، ولو قربت منها وشفتها هلاقيها فيها اضلاع مش ملساء. يبقى ده كده مبدئيا مواصفات او شكل الحبة السوداء او حبة البركة. الحبة البركة لازم يكون يعني برضو وانا بشتريها احس ان عدد البذور المطحونة فيها او البودرة السوداء اللي فيها قليلة، يعني بمسك كده في ايدي وانزل على الطبق ما بيبقاش فيه سواد في ايدي. ده يديني مؤشر كده ان الحبة السوداء حبة طازة، لان طبعا الزيت التيار اللي فيها بيفسد بسرعة وبيطير بسرعة، وبالتالي لازم تكون فريش مش متخزنة في المخازن لفترة طويلة. ده مبدئيا كده. يبقى ازاي نشتري الحبة السوداء ونعرف ازاي يعني هي جيدة او غير جيدة؟ طيب، الحديث الشريف بيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام. قالوا يا رسول الله، وما السام؟ قال: السام الموت. وفي رواية انها تشفي فيه من كل داء ما عدا الا الهرم، اللي هو العجز او الشيخوخة. يبقى الحبة السوداء ورد فيها حديث صحيح وموجود في البخاري ومسلم على فوائدها الكتيرة جدا اللي احنا النهاردة هنتكلم فيها. اولا، قبل ما نتناول الفوائد بتاعت الحبة السوداء، هنتناول ازاي ناكل او نتناول الحبة السوداء. الحبة السوداء او حبة البركة لها طريقتين مشهورين جدا وسهلين جدا ان انا اتناولها بيهم. اول حاجة، الطريقة البلدي القديمة جدا اللي بنسميها طريقة السف، ان انا كل يوم الصبح هاخد مقدار جرام، نص معلقة، واسفها، يعني احطها في، تتحط في الفم وراها كوباية مية، او تتمضغ لمدة دقيقة ولا حاجة وبعد كده تتبلع. دي طريقة جدا سهلة للاستهلاك. طيب، في طريقة تانية وهي ان انا اطحنها في الخلاط، انعمها في الخلاط، بس لازم اطحن على قد استخدامي، لان لو طحنتها وسبتها في برطمان ولا حاجة الفايدة بتاعتها هتروح. فلازم ان انا مثلا هتناول مقدار معين النهاردة، يبقى اطحن على قد ما هستخدم. الطريقة المثلى لاستخدام حبة البركة او الحبة السوداء، ان انا بطحنها واضيفها لعسل نحل يكون جيد، واقلبها فيه كويس جدا، وبعد كده تتعبى في علبه او في برطمان ازاز ويكون معتم، يعني برطمان ازاز غامق، عشان ما يروحش فايده الزيت التيار اللي في الحبه السوداء. يبقى كده عرفنا ازاي نتناولها. في ناس طبعا بتحطها على المخبوزات، بتدي طعم ظريف، بتتحط على في بعض المعجنات والمخبوزات، ودي احد برضو الاستهلاك المشهور لحبه البركه. طيب، مبدئيا كده فوائد حبة البركة، هي طبعا محتاجة حلقات عشان نحصر فوائدها. لو هنبتدي كده من الشعر، فوائد حبة البركة كتيرة جدا للشعر، بالذات الناس اللي عندها صلع، الناس اللي عندها، في الرجال بالذات الناس اللي عندها تساقط شعر زيادة عن المعدل الطبيعي، بيفيد فيها جدا زيت حبة البركة، ودي هنعمل له حلقة مخصوص. بس سريعا كده، إضافة زيت حبة البركة إلى زيت الزيتون بمقدار 1:1 وتدليك فروة الراس بيعالج كتير جدا من اسباب تساقط الشعر. لو ضفنا زيت حبة البركة للخل وعملنا بيه كده، سواء الزيت بتاع حبة البركة او المطحون بتاع حبة البركة للخل، وعملنا بيه زي عجينة او مزيج من الزيت والخل، زيت حبة البركة والخل، بيمنع مشكلة زحف الشعر او الصلع، بالذات الناس اللي عندهم صلع بمعدل طبيعي اعلى من الطبيعي شوية.
ده بالنسبة فوائد حبة البركة سريعا، انا بتكلم سريعا كده، وكل حاجة من فوائد حبة البركة هنعمل لها حلقة مخصوص لان ليها مقادير معينة وطرق معينة في التحضير. طيب الفايدة الاساسية في حبة تناول حبة البركة بانتظام هي زيادة مناعة الجسم ضد الامراض، وبالذات في فصل الشتاء بتفيد جدا لان هي بتحتوي على كميات كبيرة من فيتامين بي ومضادات الاكسدة، وده بالتالي بيساعدني على تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض المختلفة. عشان كده تناولها بانتظام بيزود المناعة بشكل كبير. الأمهات اللي في فترة الرضاعة حبة البركة مفيدة جدا ليهم لأن هي مدرة جدا للحليب. الناس اللي عندها مرض السكر من النوع B، الناس اللي ما بتاخدش أنسولين، الناس اللي بتاخد أدوية لتنشيط البنكرياس، او اللي عندهم البنكرياس بيفرز الانسولين ولكن بيتم تثبيطه او عدم عمله في الجسم، حبة البركة بتفيدهم جدا لانها بتمنع زيادة نسبة السكر في الدم، وبالتالي بتقلل اعراض مرض السكر. في فايدة مهمة جدا لحبة البركة، الناس اللي عندها ارق مزمن او الناس اللي النوم خصمها شوية، ما بتعرفش تنام بسهولة، بتقعد على السرير فترة طويلة عبال ما النوم يجيلها، وده بيعمل لهم مشاكل تاني يوم الصبح. تناول حبة البركة مع عسل النحل مفيد جدا لإزالة الارق وسرعة جلب النوم، لان ده طبعا تكرار مشاكل الارق بيأثر على الجهاز العصبي وبيعمل اجهاد وستريس على الجهاز العصبي. حبة البركة بتنفع جامد جدا في موضوع علاج الأرق أو قلة النوم. دي بسرعة كده فوائد حبة البركة، وطبعا فوائدها كتيرة جدا ما نقدرش نحصرها في حلقة واحدة. الفايدة الأساسية زي ما قلنا بتزود جهاز المناعة. حاجة كمان برضو نسيت أقولها، في دراسات اتعملت في ونشرت في مجلات دورية أمريكية بتؤكد إن حبة البركة ليها تأثير على سرطان البنكرياس. تناولها بانتظام للناس اللي عندهم سرطان بنكرياس بيؤدي إلى علاج أو نسبة كبيرة جدا من كبت نشاط الخلية السرطانية، يعني بيقلل نشاطها وبيساعد على العلاج وبيقلل جرعة الكيماويات اللي ممكن العلاج بالكيماوي اللي ممكن الإنسان ياخدها. وفي أبحاث كتيرة جدا اتعملت على حبة البركة لعلاج أنواع كتير من السرطانات، ولكن انا يعني ما بنحبش نقول على الحاجات اللي الموثوق فيها اللي نشر فيها نتائج ابحاث علميه بشانها، وان كان في ابحاث برضو بتؤكد ان هي بتفيد الى حد كبير في كبح جماح او كبح نشاط او قله نشاط سرطان القولون. وفي ابحاث جاريه كتير جدا على حبه البركه وعلاجها للسرطان، وفي يعني في ابحاث بتقول ان هي قادرة على تقليل نشاط أكتر من 15 نوع ورم سرطاني، أعاذنا الله وإياكم يعني. فبتفيد جدا في علاج السرطان، ولكن بانتظام، تناولها بانتظام لمدة لا تقل عن 3 شهور بجرعتين يوميا، جرام الصبح وجرام آخر النهار أو جرام قبل النوم. طيب زي ما اتفقنا وعودناكم في كل حلقة، مفيش حاجة ليها فوائد بس، كل شيء إذا كان له فوائد فله بعض الأضرار. طيب عشان نبقى يعني جمعنا الفايدة والضرر، فوائد حبة البركة طبعا قلناها. نيجي للضرر. الضرر بنتكلم على إن حبة البركة ليها تأثير على انقبضات الرحم، وبالتالي بتؤدي إلى حدوث الإجهاض والعياذ بالله في المرأة الحامل، فيمنع تناول حبة البركة للمرأة الحامل خلال 3 شهور الأولى. حبة البركة بتسبب سيولة في الدم أو بتعمل إسالة للدم، فأي دواء بناخده مانع لتخثر الدم أو بيعمل سيولة في الدم، وعلى رأسه طبعا الأسبرين، الناس اللي بتتناول أسبرين بانتظام. حاجة من اتنين، لا ما ينفعش ياخد حبة البركة لا ما يقلل جرعة الأسبرين، عشان الاتنين مع بعض هيعملوا سيولة جامدة في الدم، وده ممكن يعرضه إذا تعور أو الشخص تعور أو جرح هتبقى فيه مشكلة كبيرة. الأطفال أقل من 3 شهور ما ينفعش نديلهم مغلي حبة البركة أو حبة البركة من أي نوع، ولا يفضل تناول الأطفال لحبة البركة بصفة عامة أقل من عمر سنة، لأن هو في مركبات بتؤثر على التوزيع أو الهارموني بتاع الهرمونات، يعني سيمترية الهرمونات جوه جسمهم، وبالتالي ما ينفعش أديلهم قبل عمر سنة.
بكده بقى احنا عملنا مختصر كده، حلقة مختصرة سريعة عن فوائد حبة البركة وكيفية استخدامها وازاي اشتريها وازاي انقيها واسمائها المختلفة في البلاد المختلفة، وكمان برضو ادينا لمحة عن اضرارها او المراحل العمرية اللي ما اقدرش اتناول فيها حبة البركة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.